لعبة ببجي باتل جراوند نزلت عام 2017، أي صار لها 6 سنوات. هي من أول ألعاب الباتل رويال اللي نزلت في التاريخ، وإلى يومنا الحالي اللعبة ما زالت تعتبر الأكبر في هذا المجال. بس في آخر تحديث تم إضافة طور جديد إلى اللعبة، فكرة جديدة كلياً عن ببجي باتل جراوند. الطور اسمه بلو بوم رش، وفكرته فريقين بيلعبوا ضد بعض. في فريق هجوم لازم يزرع قنبلة ويفجرها، وفي فريق دفاع لازم يحمي القنبلة. وبداية كل جيم تشتري الأسلحة اللي ودك تلعب فيها للدروع، القنابل، فكرة جديدة ما شفناها في ببجي باتل جراوند أبدا قبل كذا. فخلنا نلعب الطور مع بعض ونجربها لأول مرة. بس قبل لا أبدأ حاب أذكركم أن اللعبة مجانية بالكامل، رابط تحميل موجود بالوصف، وأيضا بالوصف في كود لو استعملته في اللعبة رح يعطيك هدايا مجانية. فإيه يلا خلنا نبدأ. اوكي شباب، هذا هو المود، مثل ما شايفين اسمه بلو بوم رش، وموجود بقسم الاركيد. بس قبل أن ندخل خلني اورجيكم السكن الرهيب اللي عندي، واللي هو سكن شخصيه ريو من ستريت فايتر. في حزمه كامله لشخصيات ستريت فايتر، مثل ما شايفين شكلها جدا رهيب، فجبتهم كلهم. بس اكيد راح ندخل مع ريو. اوكي نبدا الجيم. طبعا مثل ما شايفين نشتري أسلحة قبل لا نبدأ، بس بما أن الراوند الأول ما عندي أي فلوس فراح أشتري فقط درع. أي درع؟ خلاص خلنا نشوف سلاحي. سلاح كويس أظن. أي سلاح كويس أقدر أجيب كم قتلة فيه. يلا يلا. طبعا أنا معروف أن لعبي درعمة، على طول أهجم حتى لو أول مرة ألعب لعبة في حياتي وما أعرف فيها أي شيء. يا قاتل يا مقتول. أوه زرعوا البوم، زرعوا البوم. وين؟ هنا؟ لا وين البوم؟ طب حطوا لي اشاره. ولا نحن زرعنا؟ والله ما ادري نحن نحمي ولا نحن نزرع. خلني اروح عند خويي، اكيد هو فاهم شو قاعد يسوي. نحن الفريق الازرق، نحن نحمي. لا 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 لا. اوكي اوكي اوكي، لسه اول راوند، مستحيل يعني من اول راوند ادعس وكذا. نحمي بس. اوكي الراوند الثاني عندي فلوس اكثر، خلينا نشتري يو ام بي ونشتري درع ايضا. الان يبدا اللعب. صاحبي اللي معي بالفريق راعى البوم اي، وانا بحمي البوم بي. البوم بي هنا. اي يزرع البوم وين؟ يب. يلا رجال منكم يجي. هلو ذا. بلع بلع، ما ادري دمجته ولا لا، اللعبه ما فيها هيت ماركر. ابلع. ذبحت الاول، بس هم اثنين عندي. خويي تعال. لا والله غدرني. يلا يلا روح روح يا وحش روح، انت تستطيع. ادخل ضربه شوتجن الاول، ضربه شوتجن الثاني، وسوي ديفيوز. كفو عليك. يلا يلا اللي بعده. معليش معليش معليش. يلا الراوند الثالث نعوض. هم ثلاثة، هم ثلاثة ونحن اثنين. ثلاثة وحنا اثنين. طب لا هذا غش اسمه. طيب الراوند الثالث اشتري سلاح السالت رايفل عشان اصيدهم من بعيد، ودرع. الان من جد بقدر لهم. قاعد اشتري. مات. حلو ذبحنا الاول. ثاني وينه؟ بيزرعوا البوم هم صح؟ خلينا نشوف. اوه وين 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 وين؟ اوكي شفته شفته شفته، وما عندي هيلث. خليني اسوي ذكي والفله من ورا. يلا ابلع بس. يلا يلا الأخير الأخير الأخير، المفروض إني أفوز، المفروض إني أفوز، بس علينا ثلاثة. هذا ظلم وغش وغير عادل. بطلت أعرف أتكلم عربي. والله المفروض فزنا، المفروض فزنا. أنا بالنسبة لي هذا الراوند أنا فايز. والله ما أدري إيش أجيب لهم صراحة، هم ثلاثة لو إيش بيفوزونا. طيب راح أشتري أغلى سلاح في اللعبة، 6000. ما ظل عندي فلوس أشتري درع حتى. هلا هلا يا خوي. نعم نعم شايفني قاعد أحاول اللي أقدر عليه. هذا السنايبر يذبح من طلقة واحدة، بس لازم أجيب هذه الطلقة، وأنا أصلاً كنت في كلان فيز من زمان. بالضبط ابلع. أوه والله فجرني. كافو عليك. ابلع. والله ذبحته. والله سنايبر خرافي. يلا بس. يلا باقي واحد. بيزرع البوم هذا أكيد. خليني أبدل سلاحي، أخذ لي أي رشاش. لا 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 استكفوا يا ضربات 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 ضربات. وينه؟ ليك ليك الحلم. اهرب اهرب اهرب. اخذ سلاحي ضربات. يلا طلقه بس جيبها 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 للطلقه. يا يعني لما ذبحت اثنين لوحدي ونخسر كمان.
اوكي شباب، مثل ما شفتوا ما قدرت اني اجيب الفوز لوحدي للاسف، فمعاي الان ابو جوجو. هلا والله، هلا بيك بشار. أهلاً. طبعا يا شباب، ابو جوجو هو من احد افضل لاعبين ببجي ستيم في الشرق الاوسط، فيلا ابو جوجو اعطينا نصائح تخلينا نجيب الفوز. بدي اشوف كلمه فيكتوري، بس هذا اللي بدي اليوم. خلص ولا يهمك، اهم شغله يا بشار في هذا المود هو انك تشتغل مع تيمك على انك تمسك الزوايا. مثلا لو انا اجيت من هذا المكان هيك، انت لازم تغطيني من هذا الشارع، من هذا المكان. تمام، حلو. هذا المكان ممكن يصير فيه فلانك لو اخذوا هم الميد، وهذا السايت المدخل الثاني تبعه، فلازم واحد يمسك هنا وواحد يمسك الفلانك، صح؟ ايوه. اظن الان ضروري. جاهزين فود جيم، صح ولا لا؟ جاهزين. يلا اوكي، نحن حاليا بجيم ابو جوجو، هنجيب الفوز اليوم. طب بس قبل ما تجيب الفوز، تعال جيب لي كل في البدايه. تعال جيب لي كل. انت مستهين فيني كثير، اجيب لك كلين ممكن، اصبر عليك. تعال عندي واحد، انت عايش. يلا 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 يلا. انا دمجته كثير. ايكل وحش، ايكل في سنايبر. كل دبل كل يا معلم. ممتاز ممتاز. فنش. ايوه الثاني وين الثاني؟ مات الثاني يمينك. بس ممكن نعمله ريفايف. عمل لي اقوى سبرايس. لا بس هيك انا اطمنت. خلاص طيب ابو جوجو، جبت كلين مثل ما شايفه، اعطيني تحدي شوي اصعب هالراوند. تحدي اصعب؟ إيه؟ جيب لي كل بالسنايبر يا بشار، اشوف كيف مستواك في السنايبر. تعرف شو كان اسمي انا وصغير؟ أيوة. بشار سنايبر. نشوف. اوه اوم جاي. انا اشتريت اغلى سنايبر موجود في اللعبه. طيب كويس، يلا اطلع. في واحد هان. طيب على الاخضر هان يا اخي، بعد واخر. الله ياخذك، هي ضو علي الكل هذا. اوه لا مستحيل. ايوه ايش رايك تجيب كل بالشوتجن؟ يا لعبتي الشوتجن. يلا اسمع ابو جوجو، بدي اعطيك معلومه عني. كثير ناس ما بيعرفوها. اسمك بشار شوتجن وانت صغير؟ كيف عرفت؟ خمنت. ابلع. اي جبت لك كل شوت جن. اوكي ابو جوجو، اعطينا تحدي. تحدي جيب لي هيد شوت. تقدر تجيب لي هيد شوت؟ انا اللي اقدر. يلا، كان اسمك وانت صغير ايش؟ بشار هيد شوت. خلاص خلاص. هيد شوت. اوه هيد شوت يا بشار. انت الاخير يا بشار. انا اخر واحد، لاست مان ستاندينج. وراك 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 وراك، بعمل لك وراك. حرام ابو جوجو، ارفع لنا مستوى التحديات شوي. تحدياتك سهله. احنا عندنا اوبجكتيف انه نزرع البومب. يلا انت ازرع البومب. بس هذا التحدي؟ ايش رايك نجرب ونشوف؟ طيب خلنا استغل المعركه اللي صايره وازرع البومب هنا. يلا 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 يلا. اوب اوب. سويت تحدي ممتاز. ابلع يا حرام. والله بلعت يلا تعال ازرع. تعال 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 اساعدك. يلا 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 يلا. وين يا اخي انا؟ تعال عندي، تعال ارجع عندي، ارجع عندي. لا انا غبي والله، ضوعت حالي فرصه. طيب انا راح ازرع البوم. قوم احميني احميني. يلا بحاول، انا اربع طلقات باقي معي. يلا 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 يلا. فوق كافو. في واحد هنا ذبحته. فزنا. وحش وحش. قلت لك اعطيني تحديات اصعب. والله والله عايش يا بشار. اوكي ابو جوجو، سويت جميع تحدياتك لليوم. أيوة. واضح اني انا خلاص برو بهاللعبه. اوبي صراحه انا متفاجئ. اوبي عندك اي تحديات اخرى ولا خلاص ننهي الفيديو؟ ايش رايك تجيب لي وين بدون سماعه وانت شارح السماعه؟ انت مخبي، انت مخبي اصعب شيء لاخر شيء. ها بس انا قد التحدي. يلا بسم الله، نجيب فوز ولا كل؟ فوز فوز الراوند. فوز الراوند. اوكي يلا يلا. شلنا السماعه، والله متعود على الاصوات انا، فالله يستر. جبت كل. اوه بس الجيم. الله الله جي جي فيكتوري.
طيب يا شباب، وهنا رح ننهي الفيديو. أتمنى يكون عجبكم. شاركونا في التعليقات إيش رأيكم عن هذا الطور، وأتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشيكوا رابط تحميل اللعبة موجود بالوصف، حملوها وجربوا الطور، جدا استمتعت فيه أنا صراحة، واستعملوا الكود اللي أيضا موجود بالوصف عشان تاخدوا هدايا رائعة مجانية في اللعبة. وبس، كان معكم بشار كيال وبشار كيكي، شوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.